أحكام وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. القرآن الكريم كما يشبه العالم غير العامل بالكلب يصفه بالحمار أيضا في سورة الجمعة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومضات في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد. الذي حمل ولم يحمل هذا بمثابة المكذب، كأنه في مقام العمل مكذب بآيات الله عز وجل. خير الزاد، خير الزاد. إن العالم العامل بغير علمه يعمل ولكن بغير علمه، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. الزاد خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان الذي لا يعمل بما يعلم، له علم لا يعمل به، هذا العنوان ينطبق على كل عالم. المجتهد عالم إذا لم يعمل بعلمه، تنطبق عليه الروايات المحذرة. المقلد إذا كان عالما غير مجتهد ولكنه واعظ، إن لم يعمل بعلمه تنطبق عليه الروايات المحذرة. وأخيرا عامة المؤمنين، إنسان يحضر المساجد يتربى تحت المنابر، هذا أيضا عالم، يعني له علم بمعلومة، لا يشترط فيه أن يكون بزي العلماء. الذي يعلم أن الغيبة حرام ويرتكبها هذا مخالف لعلمه. أما التحذير، حقيقة هذه الآية من الآيات التي لو تأمل فيها الإنسان لانتابه الخوف من العلم الذي لا عمل معه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أولا، رب العالمين جعل هذا العلم منسوبا إليه، آتيناه، كم هذا العلم علم عظيم. والذي أعطي لم يذكر بصيغة المفرد، قال آياتنا، إذن المعطي عظيم والمعطى عظيم. هذا المسكين إلى أين وصل؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآن بين هذا العلم وبين مثليته للكلب ما الذي جرى؟
القرآن لا يبهم، يذكر السر، وهذا السر إذا انطبق علي وعلى غيري النتيجة هي النتيجة. ما مشكلة هذا العالم؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا العلم ولو شئنا لرفعناه بها. طبيعة العلم فيها خاصية الرافع، ولكن هو الثاقل إلى الأرض. النتيجة ما هي؟ أنه شبه بهذا الحيوان. القرآن الكريم كما يشبه العالم غير العامل بالكلب يصفه بالحمار أيضا في سورة الجمعة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. القضايا تدور مدار الملاكات. أنا عندما أقول لا تأكل هذه الفاكهة لأنها حامض، يعني كل الحوامض تضر يضرك، هكذا في المحاورة. عندما تذكر السبب الحكم يدور مدار السبب. هؤلاء الكلام عن الذين حملوا التوراة، ما المانع أن نقول الذي حمل القرآن ثم لم يحمل أيضا مثله كمثل الحمار. قارئ القرآن، مجود القرآن، مفسر القرآن، الواعظ بالقرآن أيضا إذا لم يعمل هذا المثل ينطبق عليه شاء أم أبى. والغريب إخواني في سورة الجمعة في هذه الآية هناك مطلب قل من التفت إليه الملتفتون. الذي حمل ولم يحمل هذا بمثابة المكذب، كأنه في مقام العمل مكذب بآيات الله عز وجل. يا لها من درجة. وأما في السنة المطهرة من أعظم الناس حسرة يوم القيامة. الآن طبعا هذا في المستحبات، لا نلوم صاحبها لأنه مستحب. عالم واعظ على المنبر يصف صلاة الليل وهو لا يصليها، مستمع يعمل بهذا الكلام يبعث المقام المحمود على الوعد الإلهي عسى أن يبعثك يوم القيامة. هذا الذي عمل بصلاة الليل عمل بهذه الموعظة في أعلى الدرجات، والمتكلم في درجة نازلة وقد يكون خارج الجنة أصلا. النبي الأعظم يشبه الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج في الأيام القديمة. السراج عبارة عن فتيلة في زيت. الفتيلة مع الأيام تحترق إلى أن تنتهي، يضع في الإنسان فتيلة جديدة في الزيت. طوال هذه الفترة الفتيلة احترقت ولكن الغير استضاء. لا تكن كالفتيلة تحترق تتحول إلى رماد ترمى جانبا، والغير قرأ كتابا على ضوء هذا الفتيل. يقول النبي الأكرم كما روي عنه يضيء للناس ويحرق نفسه. يا لها من مفارقة. كلمة أخرى لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، كم من الجميل أن نستشهد بكلمة من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نردفها بكلمة من أخيه المرتضى وصيه. يقول إن العالم العامل بغير علمه
يعمل ولكن بغير علمه، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، هو في مقام العمل ملحق بالجهال، الجاهل حائر وهذا العالم حائر ولكن بفارق. فدته نفوسنا أمير المؤمنين يقول أيضا هناك فرق بين الجاهل غير العالم وبين العالم غير العامل، ما الفرق؟ بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم. يوم القيامة الحجة تمت عليه، لا يعتذر بالجهل. الجاهل قد ينفعه جهله إذا كان قاصرا أو مقصرا بلطف إلهي، ولكن العالم لا هذا ولا ذا. كم المصيبة عظيمة. كلمة أخيرة هذه ما نقوله الآن لا يرتبط بموضوع الحديث ولكن له ارتباط ما من موجبات التوفيق للعلم وللعمل، أن يتعلم الإنسان العلم في صغره. شاب في مقتبل العمر ليس له هوى الكبار، قارون له هوى، فرعون له هوى، ولكن شاب في السادسة عشر من عمره عندما يسمع موعظة من الممكن أن يعمل بها سريعا، فتى في مقتبل العمر له همة ليست له مشغلات الزوجة والأولاد، عليكم بالأحداث. الشاب إذا مشى في طريق الهدى يصل سريعا. ولهذا النبي كما روي طبعا يقول مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش في الحجر. البعض هكذا يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، هكذا الرواية. ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء لحظات، والكتابة نعم لا يرى لها أثر. من رأى فيكم له ولد فيه أمارات الصلاح ليعمل عليه، ليصطحبه إلى المسجد، أنت لست بواعظ، سلمه بيد واعظ أمين. نعم هذا الولد قد يرفع رأسك يوم القيامة. ولهذا في سورة الفرقان ماذا نقول؟ ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الذرية تنطبق على الحفيد وعلى حفيد الحفيد، هنيئا لمن كان في نسله إلى يوم القيامة علما من أعلام الدين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعل ذرارينا إلى يوم القيامة من أوليائك، اللهم اجعل فيهم من ينصر وليك ومن المستشهدين بين يديه، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.